كوباية واحدة بس كفيلة ان هي هتدمر لك كل الدهون العنيدة اللي ما بتنزلش بسهولة حتى لو كان وزنك فوق ال 100 كيلو. لو انت مش بتشتغلي وما بتعمليش دايت ما بتعمليش تمارين وجسمك فوق ال 100 كيلو او جسمك كل ما ده بيزيد او انت شهيتك مفتوحة، جربي معايا الوصفة اللي احنا عملناها النهاردة دي هتدمر كل الدهون وهتدمر كل الوزن الزايد الموجود عندك. عايزة تعرفي الوصفة دي عملناها ازاي؟ حطي لايك الفيديو وتعالوا يلا يا جماعة نشوف الفيديو بتاعنا. ودلوقتي يا جماعه اول مكون معايا اللي هو الليمون، تمام؟ هناخد ليمونه كده اهوت وهنقطعها بقشره بالشكل ده كده، هنقطعها كده ايه، نشيل بس البذر ده اهو، هناخدها بقشره ليه بقى؟ لان القشر يا جماعه له سحر برده في نزول الوزن معانا كده اهوت بالشكل ده كده. انا كده دلوقتي قطعت الليمونه لقطع صغيره. بعد كده هنجيب حاجه هنحطها على النار اهو زي دي كده، تمام؟ هناخد بقى الليمون وهنحط. يبقى ده كده اول مكون معايا. تعالوا بقى نشوف بعد كده المكون التاني. انا كده يا جماعه معايا بصوا بقى ده كده القرفه او الدرسين، ممكن تحط خشنه لو متوفره عندك اللي هي العيدان اللي زي دي كده، لو مش متوفره ممكن انت برده هتحطي النعم، تمام؟ هناخد بقى العود كده اهوت، ناخد كمان حته يعني حاجه بسيطه كده، شوف بس حته صغيره كمان هنحطها معاها بالشكل ده كده، تمام؟ تعالوا بقى كده نشوف المكون اللي بعد كده. الوصفه دي يا جماعه كل المكونات بتاعتها هتعلي الحرق في جسمك، يعني ايه؟ هتخلي جسمك كده كله شغال ليل نهار شغال كانه كده مكنه حرق، هتخليكي تعرقي يعني حتى لو انت كان عندك لا قدر الله الغده جسمك ما بيحرقش كويس، ده هتخلي جسمك ما شاء الله يحرق بطريقه كويسه جدا. تعالوا بقى كده يلا نشوف مع بعض المكون الثالث اللي هو ايه، الزنجبيل. بصوا هناخد قطعه صغيره كده، لو احنا عندنا الزنجبيل البودره برضو مفيش مشكلة هناخد زنجبيل بودرة، عندنا الفريش هناخد قطعة صغيرة زي ما انا هاخد كده معاكم دلوقتي مش هنكتر يعني ولا حاجة عشان الناس اللي بتحس يا جماعة من الزنجبيل. على فكرة برضو الناس اللي بتحس من الزنجبيل وعندها حساسية ولا حاجة من الزنجبيل ممكن ان هي تستخدم في الوصفة ديت بدل الزنجبيل تستخدم كمون، تمام؟ بس انا يا جماعه بفضل الزنجبيل لان الزنجبيل له قوه فعاله في حرق الدهون. هقشرها بس كده اهوت بالشكل ده كده، مش هنكتر ولا حاجه. لو احنا استخدمنا يا جماعه البودره هناخد بس حوالي نص معلقه صغيره خالص من الزنجبيل البودر، تمام؟ ده كده يا جماعه معايا اهيت بالشكل ده كده، هنقطعها برده قطع صغيره كده او هنبشرها على المبشره، بس هي خلاص بقى مش مستاهله ان انا ابشرها على المبشره، هنقطعها قطع صغيره كده اهو اسويها بس كده اهوت علشان انا عايزه اقطعها قطع صغيره على قد ما اقدر. بصوا اهي بالشكل ده كده هنحطها بقى كده مع المكونات بتاعتنا. دلوقتي كده يا جماعه المكونات بتاعتي جهزت، طبعا معايا الوصفه للاخر، محدش يا جماعه يشوف الوصفه ويجري ويقول ده الوصفه متكونه من كذا وكذا، لا تابع معايا لان في مكون رهيب جدا هنحط الوصفه بس مش دلوقتي. دلوقتي هنحط عليها قد ايه بقى؟ كام كوبايه ميه؟ هنحط عليهم كوبايتين ميه، وده طبعا يا جماعه اللي انا هستخدمهم في الوصفه بتاعتي النهارده. ده كده ايه؟ تاني كوبايه، تمام؟ دلوقتي بقى هنحطهم على النار كده على نار هاديه لمده 10 دقائق كده على نار هاديه خالص، وبعد كده هنرجع لكم تاني وتابعوا معايا الوصفه للاخر. واللي ما حطش لايك يا جماعه بالله عليكم حطوا لايك للفيديو علشان الفيديو يرتفع ويوصل لاكبر عدد من الناس تستفيد منه. حطهم على النار ونرجع لكم تاني يا جماعه. الوصفه بعد ما نزلناها من على النار وبدات ان هي تهدى معايا، وزي ما قلت لكم اي وصفه انا بغليها بغطي عليها علشان احتفظ بالزيوت الطياره، يعني بمعنى اصح البخار اللي بيطلع منه، ده بيبقى فيه الفايده كلها وانا عايزه احتفظ بالفايده ديت. بصوا بقى ده طبعا اللون بتاعها اهوت، هو طبعا كل الفوائد الزنجبيل نزلت والليمون والقرفه او الدرسين بمعنى اصح، شايفين كل الحاجات ديت. هنسيبها تغلي كده على النار لمده كافيه زي ما قلت لكم 10 دقائق،
دلوقتي بقى كده هنصفيها، وتابعوا معايا الوصفة عشان في مكون رهيب جدا هنحطه عليه. تمام، قلنا طبعا كوبايتين، كوباية هناخدها دلوقتي، الكوباية التانية لما تبرد هنحطها في التلاجة، وقت ما هنحتاجها هندفيها وهنشرب. طيب تعالوا بقى نشوف مع بعض المكون اللي احنا قلنا عليه. دلوقتي بقى المكون يا جماعة الأخير اللي احنا هنحطه مع بعض طبعا الشاي الأخضر. تمام، هنحط على الكوباية ديت، ده طبعا هيبقى رهيب جدا. حرق الدهون معاكي، هينزل معاك المية الزايدة اللي موجودة في الجسم، هيخلي جسمك ما شاء الله كده مكنة حرق زي ما قلتلك في بداية الفيديو. بصوا بقى اهوت، هنقلبه بقى كويس جدا اهو بالطريقة دي كده. بالشكل ده كده، ومعنا بقى اي حاجة هنغطي عليها طبعا علشان البخار ما يتبخرش. ودلوقتي بقى كده الكوباية يعتبر جاهزت معايا. طيب هناخدها امتى؟ طبعا لو انتوا حابين تصفوها بعد كده ما تهدى وتنزل كل المكونات او كل الفايدة اللي موجودة في الشاي هنصفيها. تمام، هتستنى شوية على ما ترسى تحت كده، ماشي مفيش اي مشكلة خالص. طيب هناخدهم بقى كم مرة في اليوم؟ الكوبايتين اللي احنا عملناهم دولت يا جماعة ان شاء الله هناخدهم مرتين في اليوم. اول كوباية اللي انا عملتها ديت، ده طبعا هتتاخد كده على الريق. اول ما نقوم من النوم هنجهز الكوباية ديت. الكوباية ديت بقى لما تتاخد على الريق كده من قبل ما تاكل اي حاجة، ده تخيلوا بقى كل الفايدة اللي فيها، فيها زنجبيل، فيها قرفة، فيها ليمون، فيها شاي اخضر، كل المكونات اللي فيها ديت، ده هتخلي جسمك لوحده كده من غير ما تعملي رجيم او تحرمي نفسك من الاكل، هتخلي جسمك دايما بيحرق. حتى لو انت ما بتلعبيش رياضة، قاعدة في البيت مش من النوع اللي هو بخرج او بتحرك وكده، وطبعا جسمك بيزيد وكده، كفيلة للكوباية اللي احنا عملناها ديت لوحدها ان هي هتخلي جسمك، هتدمر كل الدهون الموجودة في جسمك، الدهون المتراكمة في البطن، في الجوانب، في الارداف، اللي احنا دايما على طول دايما بنتضايق منها، دي كفيلة الوحيدة الكوباية دي يا جماعة، دي مدمرة. يعني الكوباية دي الوحيدة كده مدمرة، مدمرة للدهون، بالنسبة للدهون بس مش مدمرة لاي حاجة تانية يعني. تمام، فان شاء الله يا جماعة الكوباية ديت هناخدها. هنيجي بالليل برضو هناخد برضو كوباية زي ديت. حابين تاخدوها يعني هما كوبايتين لك في اليوم، حابة تاخديها في اي وقت، بس الكوباية الاساسية اللي احنا هناخدها على الريق هي الكوباية ديت. الكوباية التانية حابة تاخديها قبل النوم مفيش اي مشكلة. تمام، ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، اتمنى يكون عجبكم. ولو عجبكم ان شاء الله ما تنسوش تشيروا الوصفة علشان الفايدة تعم على الجميع باذن الله، وتحطوا لايك للفيديو علشان الفيديو ينتشر ويوصل لاكبر عدد من الناس.